الحمد لله.
لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا ال
الله، لا إله إلا 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 الله، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والشمس تجري لمستقبل لها ذلك تقدير العزيز العليم.
والقمر قدرناه منازل حتى عاد الوجود القديم. الشفع بالإلهات القرقر ولم يلتهب النهار، فكل في فلك يسبحون. آية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون، إلا رحمة منا متاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لا ينظرون إلا ساعة واحدة تأخذهم وهم يخسرون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أن يرجعون. نفخ في الصور فإذا هم من إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون. إن كانت إلا ساعة واحدة فإذا هم جميع لدينا مخضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل عنكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمم ننكسه في الخلق فلا ينكرون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا الأرض مما عملت أيدينا أنعاما فوقها مالكون. وذللناها لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون. ولو فيها منافع وشرب فلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي الله وهي رميم. قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو لكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر نارا فإذا أنتم توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض القادر على أن يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون لهم فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة إذا ودت الأرض ودا وبست الجبال بسا، فكانت أباء منبثا فكنتم أزواجا ثلاثة. أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور
الوليد كأمثال النمر المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخبود وطلح منبود وظل ممدود وماء مسكور وفاكهة كثيرة لا مقادر ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن بكارا غرقا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين ثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل محروم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحياة الماضية وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معروف ثم إنكم أن يضلون مكذبون آكلون من شرب من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نصرهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون ما نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شيئا أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقصد بمواقع النجوم وإنه نقص الله تعالى مهنا عظيم إنه القرآن الكريم في كتاب لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين أما إن كان من المقربين فرقوا ريحان جنة نعيم أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من الكذبين الضالين فنزل من حميمة اليقين إن هذا لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعددنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيطا ويتفون أكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نقل ما كنا في أصحاب السعير فاعتلقوا بذنبهم فصرفوا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا
النشور في منكبر قلوب الرزق وإليه النشور. أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم العاصفة فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات والأبل ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن آل الذي وجند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن آل الذي يذكر إن أنسف رزقا بل بدوا في عقوق ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذاقكم تسألون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند إنما أنا نذير مبين. فلما نزل فتنسيت كتب الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن يدير الكافرين من عذاب أليم. قل والرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به الغرب وتضاء به الحوائج وتنال به الرب وحسن الخواتم ويستسلم معه بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل نظم الحق. ثم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به الغرب وتضاء به الحوائج وتنال به الرمائم وحسن الخواتم ويستسلم معه بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل نظم الحق. ثم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به الغرب وتضاء به الحوائج وتنال به الرمائم وحسن الخواتم ويستسلم معه بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل نظم الحق. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به الكرب وتضاء به الحوائج وتنال به الرمائم وحسن الخواتم ويستسلم معه بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل نظم إلا الله. وصل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به الكرب وتضاء به الحوائج وتنال به الرمائم وحسن الخواتم ويستسلم معه بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل نظم إلا الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به الكرب وتضاء به الحوائج وتنال به الرمائم وحسن الخواتم ويستسلم معه بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل نظم إلا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأقد وتنفرج به الكرب وتضاء به الحوائج وتنال به الرمائم وحسن الخواتم ويستسلم معه بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لحظة ونفس بعدد كل نظم إلا اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا
محمد من مدينة أما به الرقاد وتخرج به الغرب ونضى به الحوائج وتنال به الحقائق وحط الخواتم ويستسلم وبيده الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس مئات لكل معلوم لك اللهم صل سلام كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الوقت وتنفرج به القرب وتضع الحوائج وتنال به الخوائج وحصر الخواتم ويستسلم وبوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مرض بل اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقود وتنفرج به القرب ونضع الحوائج وتنال به الرقائب وحصر الخواتم ويستسلم وبوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مرض بل اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الوقود وتنفرج به القرب وتضع به الحوائج وتنال به الرقائب وحصر الخواتم.